ازيكم؟ ازيكم؟ عاملين عاملين ايه؟ ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وتحدي جديد. النهارده بقى عباره مش تحدي، هي اسئله وفيها عقاب، يعني كل اللي مش هيجاوب على سؤال هيبقى ليه عقاب. دي فكره ايه بقى، فان شاء الله تعجبكم. ويلا نبدا الفيديو. نبدا بمين يا ايه؟ انا هنا عامله لماما دي الاحمر ده عقاب ودي الاسئله وهي عامله لي دو. ايوه نعم، نفس الشكل. ايه تعمل ايه؟ يلا بسم الله نسأل. ايه اول سؤال؟ لا انت اللي هتتسألي ده. انت مش هكتب دي ولا هكتب؟ حكتي اه انا. يعني احنا عكسين. تمام، انا بقالي ساعة عمالة افهم الاسئلة مش عارفة. ايه 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 اكتر اكتر دايت فاشل راح ايه؟ اللي هو التمر. اما مش هنحكي بقى، هو دايت التمر خدعكم. بس. ليه انا لا حكي لا احكي يعني؟ كنت عملت انا واسراء ويمنى دايت التمر 3 ايام، المفروض 3 ايام. احنا في اول يوم كلفنا نفسنا كتير، يعني جبنا تمر ولبن بقري وكل حاجة، وبقينا طول اليوم شغالين يا زبادي يا لبن يا وتمر. فقضينا اليوم على كده، جينا على الساعة 12 ما قدرناش بقى. فعايزة اقول لكم يعني الساعة 12 يعني يوم جديد بقى خلاص. فتحنا على البحري، سلقنا فراخ وجبنا قدومي وعطيناها، يعني ضيعنا الكام ساعة اللي احنا صمناهم في نص ساعة او ساعة تقريبا. بيعرفوا كده؟ ما نشوف بقى الأسئلة. ربنا يستر. كام عمري؟ 13. علي صوتك، عمرك كام؟ 13. عرفت ايه سن ايه؟ السؤال السهل؟ سؤال رخم. رخم ايه؟ ما سهل. ماشي، انا اسئلتي سهلة وعقوباتي سهلة، ما بحبش اصعبها. عمرك عملت مقلب في حد؟ هو انا كنت مقالب كتير بعمل بس فبابا ساعات استخباله. في موقف حصل اخر مرة، هو كان في الاجازة فطلب مني قهوة، فالمهم نام، فانا ايه عملت القهوة بقى وكده، فقعدت صحيه فلقيته انا صحيته بالراحة والله، وكنت واقفة عادي ناحية الكومودينو فهو نايم. فمرة واحدة صحى، هو ما عرفش صحى ليه، يعني هو شكله كان بيحلم في حد بينادي عليه، فلقاني في وشه. عايزة اقول لكم كده منظره اما اتفاجأ يفطس من الضحك. يلا أنا والله إنها أسئلة سهلة. الله، موقف محرج حصل ليكي؟ موقف محرج؟ اه حصل حاجات كتير. أنا ده ليا أنا. ده ليك انت؟ ايه هو؟ يعني مثلا في الدرس، في المدرسة، معانا. لما عملت المستر عملت لصاحبتك، عملت لصاحبتك شكل طلعنا. مخيف، فالمستر بقى عاقبها وقومها تجاوب على السؤال، بس كانت شاطرة يعني منتبهة للسؤال وفي نفس الوقت بتلعب في الحصة. هما اللي انت جاوبتي يعني. يلا بسم الله. أكتر يوم وحش حصل انا مش لك؟ شايفة عشان اضواء بصراحة. اكتر يوم وحش ايه؟ حصل لك اكتر يوم يعني اما خالي توفى الله يرحمه، وايه تاني؟ اه واليوم اللي في القناة ما قبضتش فيه. بس عادي والله عادي. الورق فيه ميه. دي مش فاهمة، البولة كان مغسولة تقريبا. ايه ده؟ احنا مش هنعاقب ولا ايه؟ بتصلي؟ شكلك هتفضيعكم. بتصلي؟ شوية قولي او الحق، شوية. لا قولي الحق. ساعات بصلي وبقطع. لا بس لا بتصلي؟ يا هو انا قلت خلاص. كنت عايزة اعاقبها انا بقى ولا انت؟ انت يا بنتي مش انا لسه بعطشة. ما لسه يا هو الجو. نجي اسئلتنا. اكتر حاجة عملتيها وندمت عليها؟
ماشي العتاب. انا اخترعكم هاي كده يا مثلا. حبيبي. لا يوجد الحمد لله الحمد للأسف. لله يا رب. أكتر ايه بتخبي ليه؟ هي امتحان. عشان مش شايفة الإضاءة فبعمل كده. أكتر إيه؟ انا اللي قلت اكتر اسم بتحبيه في الولاد، يعني في الولاد، ما قلتش بنات بقى، خلينا في الولاد. اكتر اسم ايه؟ ما بحبش أسد. لا الاسم اللي بتحبيه، يعني مثلا خاله هيجيب ولد، تحبي تحبي ان هو يسميه ايه؟ ايه ملك. وخاله عنده احمد ملك مالك. حلو اسم مالك. نسأل خطك صغير في ايه؟ في في قبض آخر قبض أخدتكي. لا ده سر، معلش ده رزق، ما ينفعش ابوح بيه لمؤاخذة يعني. خدي اخد عقاب عقاب احسن، ربنا يستر من عقوباتك يا يلا ايه، نجهزلها ربنا شقة. يستر من عقوباتك يعني. اشربي كوب ماء في 30 ثانية. بس كده انا عطشانة خلق هي كل دي. حلو حلو، المية حلو، بس ليه ما جبتهاش مية ساقعة في الشتا كده عشان في 30 ثانية بس؟ اما بسم الله الرحمن الرحيم، انا هكبر المية استني دي على استني طول استني، انا لسه ما عملتش المؤقت. على طول عطشاني. ايه ده، في حاجة في المية بتمشي؟ لا مفيش، لا والله في حاجة بتمشي، ولا الإضاءة ولا مفيش من عموما أمان، والله عشان العظيم ما أشربش مفيش. حاجة. يا انتي اخي شكلك حاطة لي. اه حطيت بسم الله كرسي الرحمن الرحيم يا وليه. يا وليا. خليتني ولي. استني اعمل 30 ثانية، ولا انت بقى عايزة تضحكي عليا؟ مفيش بولة نقلب فيها. يلا 30 ثانية. 1 2 3. استني 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 بسم الله، استني 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 استني، انا ما عملتش اصلا. انا بنجا اسم شربت الميه ماشي، بس هي اصلا كنت عاملاها منت الحمد لله، مش اللي هي سنة. كوباية مش ازازة. نخليها ازازة عشان خاطر. تعمل يلا لي عقب تاني مية؟ هو انا تعالى دول ولا انا؟ والله ماما انت اسئلتك جميلة جدا، اه والله سهلة سهلة، انت قعدت ساعة تفكر لي في اسئلة. كذبتي في مرة على امك في حاجة اه كتير. كنت مرة في ايام بقى، انا انت ولا انا يخرب بيت انا عقلي. اه كذبتي عليا في ايه؟ اني مش عارفة يعني. بس صحيح قبل ما تجاوب، ايه رأيكم بقى في اللوك الجديد بتاع ايه؟ انا اللي قصنا على فكرة شعرها، يا ريت تقولوا لي رأيكم في لا الكومنتات. مش عارفة، هاخد عقب. ايه بتاخدي عقاب؟ ناس تمام، امسكي من خارك بدبوس مشبك. من خار. اخليها في ودني يعني. 1 2 3 4 5 6 لا نكمل بقى الفيلم. يلا مش وجعاكي يعني؟ تمام خليه، لا خلاص ودنك هتطول. هتبقى ام ودن. أغنية. لا عليا عمرك سقطت في المدرسة؟ لا كنت في الاعدادي فاشله. يعني اولى اعدادي سقطت في كل المواد ما عدا الدين ايه ده؟ والرسم. يعني ما سبتش حاجه بصراحه، والدين ايه ناجحه على الحروق كمان اعترف، بس بعد كده بقيت شاطره في الثانوي يعني. دينك. نفسي في ايه؟ نفسي انجح. يا رب. ونفسي ايه بقى تاني؟ نفسي في عربية. عربية مرة واحدة. طب ما بابا يجيبها الأول.
يا ريت بقى ما تنسوناش في اللايك، واللي اول مره اشوف قناتنا عشان خاطر ايه كده يعني. اكتر موقف محرج حصل معاكي؟ اكتر حاجه بلاش بلاش لا لا هحكيها عادي. لا 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 والله لا عادي. والله لا. طب بلاش خلاص في حاجه بلاش. خد عقاب. مستني افكر افكر يمكن في حاجه وانا ناسيها. اكتر حاجه محرجه، اكتر حاجه محرجه خد عقاب. مش عارف لا ناسي مش ما يعني مش متذكره. ارسم بالروج على وش. طب ما تسيبي العقاب ده في الاخر، خلينا حلوين كده. اوكي خلونا في الاخر على طول. انا عقابات المتزوقه في. مين اكتر شخص ممكن ايه تضحي من اجله؟ مفيش ولا في عيلتك هنا ولا في اي مفيش. انت يلا يا بكاش. انت ماشي اكيد يعني بقى. انت بقى انت اكيد يعني، بس يعني بره العيلة يعني. عمرك كذبت عليا؟ عليك انت كتير. كنت اروح لماما وهي تشبط فيا، فاقول ببقى عايزه يمنى يعني، بحب حد كبير معايا مش حد صغير. فاقول لها انا يمنى هوصلها الدرس وانا رايحه بقى. اهم حاجه ده انا كنت ببقى عارفه اصلا. هي كانت بتبقى عارفه. بس مش كنت بجيب لك حاجه حلوه؟ لا مره جبت لك قطه. كنت بتجيب لي كراسه الرسم. كنت اجيب لها كراسات رسم وحاجات انجليش كده وحاجات حلوه. يلا اكتر ماده بتحبيها الدراسات؟ اكيد ايوه بتحب. احكي انت بقى وانا كمان اللي هجاوب لك على اسئلتك. بحب الدراسات عادي عشان بتحب بحب الدراسات. التاريخ. الحمد لله. بحب التاريخ مع ان انا اكتر حاجه كنت بليده فيها الدراسات الاجتماعيه يلا. والله يعني اخر سؤال بعد كده ممكن نكمل العنكبوت. انا بس عمرك هربت من هربت المدرسه؟ لا عمر كان ليا صاحبه فاشله. كانت بتحرجني ان انا مع انها الانتيم بتاعتي يعني، فقالت لي تعالي تعالي كده نفك كده من المدرسه يوم وكده. قلت لها لا، بس يعني انا خليتها حد كويس يعني، هي كويسه بس دماغها كانت تعبانه، بس الحمد لله انا خليتها حد كويس. وبدانا بقى ايه، خلصنا السنه ورحنا الكليه مع بعض والحمد لله. انا رحت الاول معهد فني، وبعد كده عملت يعني جبت مجموع كبير، جاب لي كليه جامعه اسكندريه كليه تجاره، بس بصراحه ما كملتش. ايه اكتر حاجه بتحبيها؟ اكتر حاجه انت نفسك. يا لهوي الشيطان اللي لا نفسك. ايه اكتر حاجه بتحبيها؟ سواء اكل بقى لبس غير البني اي ادمين. حاجه غير البني ادمين. نفسك بقى. لا لا شيطانة قاعدة جنبي شيطانة. بهزر بهزر. بحب الأكل يعني. أحب إيه تاني؟ الأكل بس. كدابة والله ما بتحب الأكل كدابة. ده أنا باكل من وراها فراخ قد كده. آخر سؤال. آخر سؤال. عمرك اتكرشت من الدرس؟ أنا؟ لا اتكرشت؟ لاني عمري ما اتطولت على مدرس ولا قلت الفاظ مش كويسه. تعالي كده خلصنا. تعالي نشوف العقاب. شوف العقاب بقى نشوفوا ايه كانت كاتبه لي ايه في العقاب. اعملي لي مساج. ايه الاستغلال ده؟ الله اعملي اعملي. قالت الكاتبه يلا تفتحي واحده انت هتشوفي. هنشوف حاجات زرقاء. دي محضره لي كيسه. خطك صغير قوي. ايه حط بودرة على وشك. يا لهوي عايزة اشرب. يا بنت اللذينة عايزة تبهدليني وخلاص. عايزة في كل فيديو لازم دقيق يا بودرة
بودرة أطفالي. خلاص يلا يلا يلا، إن شاء الله كده انتظرونا في مقلب سخن قوي، يا فيها يا بابا أنا بحبك. ناوية لهم. استني، بحبك ايه؟ بحبك مفيش عقاب. شفتي شفتي قلب الأم من عندك واحدة لا يوجد يا شيخة، جيل الأيام دي مفيش حنية. كل معلقة سكر يا عليكي، احنا ناقصين تختكة. ايه اسهل تكة من كده؟ عقاب امسحي وشك بالدقيق. مرة من نفسي، مرة من نفسي، بلاش. يا ريتك كنت اتعاقبتي. احنا اسئلتنا المرة الجاية تبقى اقوى من كده. معلقة شطة. بنت اللذينة، انا كنت جايبالك شطة بقى. صدقيني اغسلي المواعين لمدة 3 ايام. لا الحمد لله الحمد لله. دي موتة وسماعة المواعين، انا احب اغسل مواعين. اه والله ايه؟ اقرص نفسك. ليه؟ هو انا اتعاقبت ولا ايه؟ انت عندك عقاب. ايوه عارفة. لو تفكريني هتوه مثلا فكك مني. هرسم لك حاجة. في سماح؟ ايه؟ سماح؟ ايه؟ حطي مانيكير. حطي لي مانيكير. ما بحبش احط مانيكير. حطي لي انا. ما بحبش احط لحد. هو ده العقاب ده بتاعي ولا بتاعك؟ ماما خلاص معلقة خل. يا مفترية خل. دي معلقة صغيرة جدا. هي الطرحة تولد ولا اعملي لي قهوة. ايه ايه ده؟ ايه ايه ده؟ الله، كان نفسي تعملي فنجان قهوة انا لو كده كنت اشربه معاكم. لو كنت جارية ما كانش هيحصل فيا العقبات دي. قولي ايه؟ ليمونة؟ ليمونة. الحمد لله يا رب. اضرب اسراء واجري. عشان انا عارفه اسراء هتعمل فيها ايه. لا اسراء يا حبيبتي. اسراء كانت هتخنقك والله، ما كانت هتسيب. غني غني لي شوي شوي. كل شطه. انت كنت جبان. انت بص بقى دي مفاجاه. قرفة يا عسل. قرفة يا عسل، حلوه القرفه والله. انا احب القرفة اوي. اخر عقاب وبعد كده هننفذ العقاب. على ده لازم اعملي لي شاي. لا لا كنت كده افتح قهوة. قهوة وكوافير. طب عشان نصور الصورة مصغرة الاول. نرسم الاول. لازم تحمرني يا جدعان. نرسمها يا ناس قولوا لها تخف عليا. والله حاجة حاجة صغيرة. لا 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 ده بني خسارة. لا استني استني. ايه هتعملي شبه البلياتشو؟ عملتني شبه القطة كده، مناخير القطة. مياو. انا وناولك. مياو. كده كان الفيديو بتاعنا جميل. فين انت شايفة نفسك انت؟ مش يخرب بيت عقلك. جميل. عطونا انا متمرمطه من ايه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوناش في اللايك بقى، واللي اول مره يشوف قناتنا يشترك في القناه. وانتظرونا في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.